هنعمل دلوقتي باستا او مكرونه بالجمبري. فانا معلش وانتوا مش موجودين يعني انا جريت كده اهوت حطيت الباستا في الميه عشان تلحق تستوي معانا عشان احنا عندنا وقت محدد. فعندي اهي في باستا سباجيتي, في واحده بنوته صغنططه كده اهوت انا اعرفها كانت صغيره كان بتقول سكابيتي يعني كانت لطيفه جدا اسمها ساره يعني بحبها جدا. فدلوقتي بقيت كبرت وكل ما بتري عليها بتضحك اهي. هنسخن طاسه عشان هنشوح الجمبري فيها تمام. كمان هناخد شوية زيت زيتون وناخد معانا في عندي هنا توم مفروم هناخد منه معلقة برضو. هنسخن الزيت هنحط التوم في الزيت عشان نعمل الصوص بتاع المكرونة بتاعتنا تمام. فهنستنى لغاية التوم بتاعتي هيبتدي يتشوح شوية تمام. هناخد دلوقتي الجمبري بتاعتنا نحطه في الزيت. فجمبري برضو مش بياخد وقت كتير على النار, برضو مثلا من 4 لـ5 دقايق حسب النوع للكاليماري. عندي كمان زبدة يعني احنا لو عايزين نعمل الطعم بتاع الصوص قوي هناخد غير الزيت هنحط شوية زبدة عليه عشان نشوح الثوم فيه. عندي الباستا بتتسلق اهي وعندي جمبري اهي. انتوا ممكن تاخدوا اي نوع من الجمبري زي ما انتوا عايزين. انا احط نوع الفروزن يعني بجيبه من الباكيتات كده هو اسمه كوكينج شريمبس. ف سهله جدا بنلاقي في كل حته في السوبر ماركتات حاجه سهله جدا بصراحه يعني. فانتوا برضو شوفوا لو عايزين تاخدوا اي نوع من الجمبري هو موجود في اي سوبر ماركت تايلاند اهي. عندي الثوم دلوقتي هيسخن مع الزبده, فالزبده كمان هتعمل اللون اصفر كده اهوت في الصوص. عندي للصوص هنا عندي كوكينج كريم تقريبا كوب وعندي هنا الجبنه كيري. احنا هنحط الجبنه كيري في الكوكينج الكريم عشان اولا تطحن شويه معانا وكمان تدي طعم زياده تمام. فدي برضو حاجه انا اتعلمت من طنط بهيره, هي لما بتعمل مثلا اكلات بتحط في مثلا بطاطس بيوريه المسلسلات اللافاش كيري او كيري يعني طعم خرافي, كميات الكالوري فيها خرافيه تمام, بس الطعم يعني مفيش زيه بصراحه في مصر. معلش فكلنا نتعلم يعني اوكي لو عايزين تعملوا حاجه طعمها حلوه جدا بعد كده ما تقولوش لازم اروح عند الدكتور عشان اعمل ريجيم واحس وكده. معلش بنعيش مره واحده بس يعني انا بصراحة أنا رفيعة بس يعني لما باجي باكل ما باكلش كتير لكن بحب أكل بحب أكل قوي يعني. فده اللي عيب فيا ودي حاجة كويسة فيا. وبرضه بلعب رياضة لما بكون فاضية بلعب رياضة دي حاجة كويسة برضه. أي ست البيت كده وكده احنا بنلعب رياضة بنجري ورا الأولاد عشان الصبح يغسلوا أسنانهم صح؟ ماشي؟ ومثلا الصبح ابني لما بينزل من العربيه عشان بوديه للمدرسه بجري وراه عشان اصرخه. بتعملي كده صح؟ انا متاكده يعني كل الاولاد في مصر تقريبا كده. معلش بكره يكبروا وان شاء الله هيجروا ورانا ان شاء الله هنشوف. اهي عندي الجمبري بيتعمل, عندي الثوم طلع ريحته طلعت جميله قوي قوي قوي. ف
فدلوقتي هنوطي تحت الثوم شويه، هنحط كوكين كريم وهنحط مكعبات كيري. تمام، احنا عايزين الكيري يدوب مع الكوكين كريم، مش عايزين الصوص الابيض بتاعتنا يغلي، يعني عايزينه يدوبك يدوبك هيغلي هنطفي تحتيه. تمام، والجمبري زي ما انتم شايفين شويه كده اهوت وخلاص، مش محتاجين اي حاجه منه، هو تقريبا خلص عندنا. اهم حاجه ما نخليش الصوص بتاعتنا يغلي، يدوبك اول ما هو هيبتدي يغلي هنطفي، عشان لو هياكلي الصوص بتاعته يعني مش هيبقى طعمه هو هو، فده اللي عايزين ناخد باله منه. تمام، هنشيك بس على مكرونه، تقريبا قدامها دقيقتين مش اكتر. هنشوف بس الشوربه، عندي شوربه زي ما انا قلت لكم تقيله جدا، فاحنا عايزين نخففها شويه كده اهوت. عملناها بيوريه، الصوص مش عايزينه يغلي، عشان ما يغليش احنا هنعمل ايه، كل شويه هنقلبه ماشي، وهنوطي تحتيه عشان ما يغليش. دي برضو نصيحه، لو عايزين حاجه تسيح وطوا النار خالص خالص خالص، وسيبوا المكونات على النار هاديه، وشويه كده شويه بشويه هيسيحوا اهي كده. احنا عايزين الجبنه تسيح في الصوص، ان شاء الله هيبقى طعمها حلوه جدا ان شاء الله اهي. هناخد الباستا بتاعتنا اسكابيتي، مش سباجيتي، هناخد اسكابيتي. هنشيل الميه، هنحط باستا تاني. تمام، هناخد دلوقتي الصوص الابيض بتاعتنا، هننزل بيه على شوربة على الباستا اهي، هنديها تعليبة كده. شكلها حلو قوي وريحتها حلوة كمان. هناخد دلوقتي الجمبري بتاعتنا، انا مش محتاجة المية، لو عايزين احنا ممكن نشيل الجمبري في الباستا، وبعد كده الشوربة دي نستخدمها في حاجة تانية. ممكن على فكرة نفس الشوربة دي اللي فضلت من الجمبري نحطها في الشوربة بتاع السبيت، يعني برضو هتزود الطعم السمك. انا يعني بحاول مرميش اي حاجة، لو بعمل حاجة في المطبخ مفيش حاجة بتترمي، يعني بتتحط في حاجات تانية اهي. عادي باستا بتاعتي اتعملت، فاحنا هناخد دلوقتي باستا بالجمبري اهي. هي باستا سهلة جدا بصراحة، يعني برضو ممكن ناخد بقدونس معانا، بقدونس فرنسوي او البقدونس المصري بتاعتنا عشان نزينها.